منذ بداية الثورة الشعبية في سوريا انضمت إليها لأنها تحلم بالحرية وبدولة ديمقراطية مبنية على أسس المواطنة. هي ناشطة شابة معروفة على موقع فيسبوك باسمها المستعار إينانا بيسان، مسيحية في انتمائها الديني، إلا أنها تنبذ الكلام المذهبي وتعتبر أن الثورة ملك للشعب السوري بكل أطيافه. التقيناها في إسطنبول فوجدنا أن فكرها وقلبها مع سوريا التي هي بعيدة عنها قصرا، ولأنها تخاف من أن تعرض أفراد عائلتها للخطر طلبت منا إخفاء هويتها. ما في هذا التعصب ضد الأقليات أو اضطهاد الأقليات من قبل الشعب، بالعكس هو كان من قبل النظام نفسه. النظام سبب تنشيف لنهر الخابور اللي هو كان يضخ مي ل 34 ضيعة أشورية، واللي أدى لجفاف بالمنطقة وأدى لتهجير كل هذه الناس. فبالنسبة لي أو بالنسبة لكثير من المسيحيين طبعا، أنا بعتبر أنه النظام ما عنده فرق إن كنت مسيحي أو مسلم أو علوي أو أي من أي أقلية أخرى. النظام حابب يفرجي هاي الصورة للعالم كله أنه الثورة هي ثورة إسلامية، أنه حتى عم يصير تركيز على قتل السنة، بس هذا ما بيعني أنه المسيحيين ما عم يشاركوا. في كتير من الأقليات هلأ صارت صامتة، بالأول كانت معارضة، بس طبعا هذا الشيء بسبب أعمال النظام، ممكن فقط خوف من المجهول. أنا بعتبره شيء نفسي أكثر من أنه هو دعم للنظام. هاجس الخوف على مصير الأقليات الذي عبر عنه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في زيارته الأخيرة لفرنسا استنكرته مجموعة من المثقفين والناشطين المسيحيين السوريين في بيان موقع من حوالي 300 مواطن، تم فيه التذكير بأن المسيحيين عاشوا منذ مئات السنين إلى جانب إخوتهم في الوطن السوري من دون خوف، والتشديد على أن لا فضل لأحد في بقائهم أو حمايتهم، فهم جزء لا يتجزأ من هذه الأرض. في المقابل أكد الإخوان المسلمون للأم تي في تمسكهم بشراكة حقيقية مع جميع الطوائف. ما هي نظرة الإخوان المسلمين للتغيير الحاصل في سوريا؟ البلد هي في حاجة إلى مرحلة من الاستقرار لإعادة البناء والتأهيل ويعني إعادة الأمور إلى نصابها لبناء سوريا حرة ديمقراطية وطنية يشترك فيها جميع أطياف الشعب. ألا تريدون إقامة دولة إسلامية؟ نحن نظرتنا للبلد كما ذكرت هي أن تكون دولة مدنية ديمقراطية. بطبيعة الحال بالنسبة لقضية المرجعيات سيكون هناك لكل يعني طيف مشروع الحضاري الذي يعتقد أنه هو الأصوب، وستكون منافسة ديمقراطية بين جميع الأطراف. الأقليات في سوريا في مشروعنا لهم مكانهم الذي يستحقونه من حيث المشاركة الحقيقية في بناء سوريا المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن الإسلاميين يشكلون حوالي 30% من المجلس الوطني السوري الذي ينص ميثاقه التوافقي الوطني على قيام دولة مدنية حديثة في سوريا.